يا هلا والله مرحبا الحلوين عدنا في الحلقة الثامنة من لعبة ساتسفاكتوري شوف ايش سويت هذه يا عيال السرجات كلها حقت هذا الكوارتز والسمونه السيليكا حطيتهم فوق بعض عشان المساحه حتى هذول ان شاء الله راح اشيلهم هذول الثلاثه بس خلهم يفضلون اللي عندهم اول بعدين بشيلهم يعني شوف كلها مليانات فا اي ليش ليش قاعد يدخل هنا جوا ايش فيه الو اي هذا قاعد يدخل هنا اي صح كلهم يدخلون في الاخيره هذه الثالثه وهذه الثالثه قاعد تطلع الين ترقى فوق هناك يب 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 معناته الحين قاعدين يسحبون لسه من الستورج الاول هذا هذا اول ستورج طبعا خلاص ما عاد يدخل فيه بس يطلع منه والله يا بطيء شوف يا الله يسحب يا عيال يا الله يسحب سويت نفس الشيء عند ستورجات الفحم والسلفر حطيت ثلاثه فوق بعض كذا عشان يجمع ياخذ راحته في التجميع شوف كيف جاي يطلع من هنا يدخل هنا بعدين يطلع من هنا يدخل هنا يعبي فوق يعني نروح فوق او شيء هذا خمسة فيه هذا كم فيه فيه مية ومدري كم سلفر اخر واحد فوق وهذا المفروض فيه برضو 100 آه مية وشيء كذا اي والله معي والله مش مية ميات زبدة كويس هذا فحم وهذا لا زبدة سويت ريسيرش عيال اكثر من شيء وشوفوا ايش طلعت شوفوا وش طلعت رايدر تكنولوجي لا لا لا, لا. راديو سيجنال سكاننج لا 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 سلفر برضو لا اي صح سلفر نبغى نسوي هذا السلاح الرايفل لكن نحتاج ستيل بايب وما ادري ايش يا اخي كيف اطلعها دي لسه الحين ما تعلمناها الزبده وينها فيه انا شوي شيء جديد رهيب ايوه هذه اكسبلورر اكسبلورر تعلمناها يا عيال تعلمتها لكن لسه ما اقدر اسويها او ما سويتها يعني بس تعلمتها هي والمابينج الحين صار المفروض عندي خريطه يب صار عندي خريطة تعلمني وين مكاني. أقدر أعرف وين مكاني وين البيكنات هذه أول بيكنين في اللعبة يوم نسحب الكوارتز من هنا البنفسجي ذاك أو الزهري. هنا الصحراء اللي رحناها الحلقة الماضية. زبدة وش سالفتك أنت؟ هي ليش ما أقدر أصلحها؟ اه. ها؟ ترانسبورتيشن اكسبلورر. نعم وش أحتاج؟ وش ذا؟ يحتاج يا عيال احتاج واجد القهر كنت اجيبها يا الله كولر كارتريج مدري ايش هذه الاشياء لا اوكي اوكي على كذا أبفتح افتح يب ارسل الصاروخ هذاك اتوقع لو ارسلناه ان شاء الله راح نفتح لنا التيرات الثلاثه الجديده تير 3 تير 3 وتير 4 ووقتها ان شاء الله راح نبحث نفتح الاشياء هذه الجديده وش يحتاج هذا؟ يحتاج 50 سمارت بليتنج <applause> بس بس عندي واجد <applause> يا لو نقدر نجيب السياره يا عيال يقرا بالقوه يقول لك السياره هذه تقدر تقريبا تقريبا ترقى الجدران المستقيمه يعني الجبال هذه سهلات ان شاء الله بس عطني المكينة وهذه القطعه اللي نبغاها يب ما عندي 145 اوكي خليته يرجع يصنع وبروح الحين اركب هذه انا ما ادري ايش بيفتح لي صراحه آه بس نقول ان شاء الله شيء من الاشياء الجديده ان شاء الله ان شاء الله شيء من الاشياء اللي نحتاجها يمكن ذي ما ادري ايش سالفتها كل ان شاء الله بسم الله تفضل يا حلو لود ايوه سيل اوكي ركبناها الحين سنت بسم الله جو 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 يا حبيبي انت ايش انت ايش ايوه يوه طرقناه في السماء يا عيال يك العب القوة يك العب القوة طيب مفروض الحين اوبجكت ايش كومبليت فيز 2 اوبجكت اني اجيب 500 بليتنج و500 مدري ايش هذه شيء مره واجد ايه الو هل فتحوا لي اشياء هنا عندنا بلاك باودر الان ما سوينا فيه شيء موديلر فريم هذا ما نبغى نبغى الادفانس او شيء زي كذا القوي يا تعال تعال هنا تير 3 فتح. يو تراكتر مدري ايش كول باور هذا كول جنريتر يحرق لي الفحم. اوه في ووتر اكستراكتر وات ذا فج بيسك ستيل هادي اوه اوه بس مو هذا اللي ابغاه انا في في المحرك ابيه هذا هذا ابغاه. اوكي. هذا يحتاج 200 من الستيل بايب زين لو جبت 200 ستيل بايب راح اقدر افتح هذا الادفانس ستيل برودكشن راح يفتح لي الموتر والهيفي موديلر فريم الاثنين اللي يحتاجهم الظاهر للسياره الو ايوه يحتاجهم يب شوفوا على اليمين هذا صح نفسه طيب على كذا نبغى نفتح هذا البيسك ستيل برودكشن عشان يفتح لنا الستيل بايب ونصنع منه من الكمية. <applause> يب هذا خطتنا هذا خطتنا نحتاج تعال تعال شلون اه شلون اسويه؟ شلون احطه فوق عندي في الم... س... هي أبو ماركر عندي كيف طيب مو مشكله مش بحتاج؟ موديلر اه... موديلر فريم وروتر موجود كل هذا ثلاثه موجودين باقي بس الموديلر فريم عندي منه هنا الظاهر خفيف مره قليل الظاهر عندي ثمانيه بس اسوي الباقي بسوي الباقي مو مشكله اصنع لي اصنع لي زياده ها كثر لي تكفى من الرين فورست تعال 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 خذ 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 200 يلا فلن عشان يصنع لي هذا الجهاز عشان يصنع لي موديل فريم اسرع آه مو الرين عفوا آه ارم بليت عندي 80 وعندي هذا والله ما ادري 80 تكفي ولا لا لكن خله يصنع ان شاء الله امور زينه بسم الله تعال هنا الموديلر فريم اقدر اشتري 42 وانا عندي 8 يعني بالملي 50 يلعب بالقوه دن يا عيال يب دن بسم الله باقي الوايرات تكفى تعال ايش في انت؟ ايش لك تكفى قل كل شيء مع معنا الروتر ناقصنا تعال الروتر هلا ابوي اوه اوكي الحين فتحنا هذه الحديد وينه؟ الستيل بايب ستيل بيم فتحنا الثنتين هذول اتوقع بس هذول الثنتين الجداد ستيل انجت في ايرون انجت في ستيل انجت الحين مش احتاج كول فحم وايرون اور يعطينا ستيل ايوه وبعدين وبعدين هذا ننتج فيه الستيل انجت اوكي ها نحتاج الفحم ونحتاج الستيل والله ايزي ها شلون نسحب الحين طيب نبغى على كذا نحتاج نسحب من هذا حق الفحم ونحتاج منطقة ايرون هذا حقت ايرون شوفونها. فنسحب خط بس من هنا ومن هنا ايوه سوينا مصنع هنا كامل عند الفحم مصنع حديد ومصنع للفحم يب هذه الخطة اوكي الاسمبلر هذا راح ياخذ آه... راح اقول له ايش سوي لي لا يا اخي مو بالاسمبلر ايش فيه فاوندري اوه هذا جديد! اوكي! يحتاج يحتاج موديلر فريم الصعب الله يقلعه طي طيب طيب بسويه وبجيكم، زين هذا ايش يسوي؟ ياخذ لي نوعين حجر ويصهرهم مع بعض، يعني ياخذ لي الفحم والحديد ويصهرهم مع بعض. يب يب ان شاء الله نقدر نبنيه، يعني يصير ايش؟ يصهرهم ويخلطهم مع بعض، فهمتوا؟ يصير صار لي معدنين وينخلطون مع بعض بالقوه. وبحتاج اي اوكي اشو انا عندي الجزمه ذيك كان قسم بالله دمجت بحتاج صح احتاج الحفاره انا باني حفاره اذكر اول شلتها كانت هنا وشلتها اه اجيب اسوي حفاره ثانيه عشان نحفر الحديد زين اوكي هذا اللي بسحب لي الحديد وهذا الفاوندر اللي راح يجمع لي اياهم آه اثنينهم فيه طيب نحط هنا نقول عطني من هنا على طول الحديد من هنا لهين هنا اوكي ونقول الفحم ناخذ منه نعطني سبلتر كل شيء تمام في شيء توقف ولا تعطلتوا شيء ما تعطل اوكي نحتاج بس هذا البليت ايرون بليت ما عندي حبتين ولا طفران اي والله طفران وبرضه نحتاج نسوي لنا مصدر طاقه زياده عطني باور ماس برضه نحتاج حديد يا هذا الحديد عندي عندي نقص حديد والله تكفى لا بزر هذا انا بس مستخدمه للحفاره هذه فعشان كذا ابى منه هو يب تعال واير از تو لونج يقول لي طيب بسم الله دن اوه 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 انا انا مضاعف انتاجية الطاقة فبزيدها وخلاص امور زينة طفى الفيوز علي اوكي الطاقة الحين حلينا مشكلتها صار عندي واحد هنا ويغذي لي هذا واللي فوق اوكي مرة سهلات الحين غديناهم بالكهرباء بس نبغى نمدد الطريق لهم تعال <applause> تعال 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 هلا ابوي هلا ابوي جا الفحم جا الفحم ابشركم طيب هذا راح ينتج لي 45 في الدقيقة والله حلو المهم راح يطلع منه وراح نحطه وين؟ نحطه الظاهر في الكونستراكتر العادي مو الاسمبلر كونستراكتر بسم الله انت شو وضعك الكونستراكتر؟ نبغى البايب هلا ابوي وحتى حتى الستيل هذا اقدر اسوي ستيل بيم، اسوي اثنينهم يا عيال كلهم نفس المعدن في الاخير، خلينا نسوي اثنينهم تعال. بسم الله انت عطني ستيل بايب، خذ هذي، وانت عطني ستيل بيم. اوكي؟ وجع وجع وش جابك انت هنا؟ تكفى خلني. اوه ما يكفي الطاقة، كذا نظامكم يا البزران؟ طيب انا اوريكم. تعال خلاص، بسوي لي مصدر طاقة جديد، تعال. الله اكبر يعني ايش بخسر انا؟ الحمد لله والشكر. تعال طيب انت خليك هنا انت خليك جنبه هنا غدري هذا وغدري هذا انتهت السالفه الله اكبر يا عيال خذ لك طاقه يا ابوي واشتغل بسم الله يلا ليتس جو ضعفت الطاقه حقته لانه بس قاعد يشغل لي جهازين بس ما ادري ايش كثر اقدر احط ان شاء الله ما يفصل اذا فصل بزيد الطاقه حقته لازم ارجع اشغل لي الثاني لان للاسف طفى علينا كذا الامور زينه ولا احلى يا عيال الحين سوينا معدنين جداد كلهم بالستيل المعدن الجديد يب هذا اليوم واحد يروح المكينة هذه اصبروا خلي عليكم واحد يروح المكينة هذه واحد يروح المكينة هذه أه كيف الانتاجية والله انتاجيته ما شاء الله سريعة صراحة يب يب هذا المشكلة بطيء هذا فممكن الله اكبر ليش طحت انا ممكن اسرع تعال خلينا نجرب الاصفر الصفراء هذه الحلزونة ممكن تعطيني طاقة لو سمحت ايوه بيعطيني حبتين الحبة الواحدة تعطيني حبتين الباي باس انت كيفك؟ والله انت تجمع فحم بطيء مرة فحتى اني يزيد سرعتك ما لها داعي صراحة تعال نمسك ابلع 300 اه 100 عفوا والله انت جيتك كويسة هو لكن مشكلة الفحم يلا ينسحب تشوفون بطيء الحديد اوكي سريع لكن الفحم بطيء انه يجيه ها آه... شو الحل؟ لأني ما اخذ مصدرين من الفحم فيا اني اسرع السير يا اني اقوي الحفاره حقت الفحم يا يعني عيال ما له داعي خلاص ما يحتاج كذا كذا امور زينه كلكم قاعدين تشتغلون اموركم زينه حلو ليش الفلسفه؟ طيب الحين عشان نروح للتير 4 ونجيب أه... لوجيستكس لا 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 ادفانس هذا بنحتاج 200 روتور الباقي سهل و200 ستيل بايب الروتور كم عندي روتور 50 50 لا لا مستحيل بس 50 انا عندي اكثر المفروض 92 حبه طيب وهنا هذه صنعت جالس 86 حلو صار عندي الحين 178 بس <تكلمة> توقعت اكثر والله اوكي يعني باقينا بس ما ادري كم حبه مره قريب باقينا فتعالوا يا المسامير طيب اتوقع انا في روتر متخبي بمكان مكان واحده من الصناديق يا حلو اعترف عندك شيء لا ما عندك للاسف ما فيه خلينا هذا قاعد يصنع لي روتر مره ثانيه حبتين اي صح في في هناك مخزن عند هذا الجهاز هذا جهاز مخزن عنده 18 حبه اقدر اخذها ويصير خلاص جبنا العدد الظاهر لا نحتاج 22 حبه اوكي خلاص ما له هذاك بيصنع لي مو مشكله احنا ما احنا مستعجلين لان اصلا حتى الستيل بايب نفسها ما جهزت اللي هناك في المصانع الجديده هذه 30 وهنا كم سوالي ستيل بايب 84 والله سريع يخرب ليزه يبغى له ستورج ذا ستورج ولا ممكن يفتح لي شيء جديد اسوي لي ريسيرش الستيل لا سلفر وما ادري ايش نوب الاسمبلر هل تسوي لي شيء بالستيل يقدر يسوي لي الفيرستايل يا حبيبي يحتاج الله 12 حبة من هذا وحبة من هذا. طبعا الان الفرساتايل ما ادري شوف يبغاني اصنع 500 فرساتايل، صاحي ذا، ذا لا مو بصاحي، لا 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 مو بصاحي، هذه يبغى له مصنع كامل خاص فيه الموديلر فريم. اول شيء هو يحتاج اسمبلر. طيب الاسمبلر هذا لازم ندخل فيها الموديلر، لازم لازم نسوي فيها <applause> الموديلر <applause> فريم. <applause> نحتاج اسمبلر ثاني عشان الفرساتايل، يعني اثنين اسمبلر. حلو او الاسمبلر برضو شو تسوي لي؟ يسوي لي الرين فورس بليت يعني احتاج ثلاثه اسمبلرز واحد يسوي لي رين فورس واحد يسوي لي الموديلر واحد يسوي لي فيرستايل يا اوكي او اني اسحب واحد من الفريمات اللي هناك شوفوا اللي هنا عندنا الرين فورس اللي قاعد اسويه هذا هذا الاسمبلر يسوي لي رين فورس طيب شوف قاعد يصنع لي اياه لازم اسحب منه وهذا اللي شكله بيصير اوكي نجيبه <applause> من تحت <applause> عشان الشكل والمظهر. تعال هنا، والله يا هو بيصير يطول في الانتاجية. لكن على الأقل ما يكون شكله جميل يعني. الله يقلعه شوف الصامل، شوف الصامل. جاني من فوق. وات؟ ايش فيك أنت؟ كنت عشان تموت؟ مستعجل على موتك؟ مرة عند مستعجل الشاب جاشو قاعد تسلق الحبل السير طيب هذا المودولار فريم بيجينا من هنا وهذا نبغى نسحب الحين من يب نسحب من هنا واحدة الحديد العادي نحطه في السميلتر يب يدخل هنا في السميلتر تعال تعال والله شغلة هذه يا عيال بس بغاها للمستقبل صراحة اعطني حديد يلا يلا حلو 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 انت حلو خذ الكهرب من هنا اصقع هنا وسوي لي ايرون انجت مشوار هذا نسوي لي ايرون انجت بعدين سملتر ثاني سوي لي ايرون رود إيه ما طولك، يلا ادخلوا ادخلوا اربعة بس كل ذا الوقت ما جمع لي الاربعة في هناك واحدة جاية في الطريق بعد يو بطيء الايرون بليت طيب انتوا اصنعوا لي يا حلوين هو صح هذا بيقعد يجمع لي ذول يا ليل بتاره ابي يسوي لي الموديلر فريم يب فجمع لي الرين فورس وبعدين بحول هذه الى الايرون رود بتاع البليت بحولها رود بس الحين مؤقتا حاطها بليت بس مؤقتا لين ابغى اجمع لين خلص بعدين هذا يطلع لي الحاصل حقه يحط لي برضه في اسمبلر ثاني يو والله اسمبلرات واجد اوكي وهذا الاسمبلر بقول له يسوي لي واخيرا الفيرساتايل هذه الزحمه كلها بس عشان نسوي الموديلر فريم ترى هذا الموديلر فريم هذا مره قروش انه يتصلح شوفوا ما جمعنا الا ثلاثه ذا يقرب مشوار وانت يا حلو اه عطني هنا هذا الحلو الستيل بيم راح يتجمع لي هنا يب انا احتاج ستيل بيم في شيء ثاني اسوي فيه هذا وش بعد؟ ظهر ظهر ما احتاج الا في هالصناعه الوحدة اسمبلر العادي طيب تي البيم اصنع استخدمك في ايش؟ الظاهر بس يعني ما احتاج اخزنه اوكي ولا اخزنه احتياط شوف قام يجمع فيه باقي الموديلر فريم الحين يبدا يلا يلا خلاص عاد يكفي سوالي 40 والله ما قصر يلا عطنا ايرون رود يلا ادخلوا ايوه نبدا الحين انتاجيه ولا احلى الحين يا يعني عيال هذا يو والله شغله شوف, شوف 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 عشان تفهمون الحين هذا العلمين كله الجهاز هذا الاول ثاني واللي وراه الثالث كل هذول بس عشان يعطوني موديلر فريم وهذا يطلع يدخل هنا والموديلر فريم اللي يصنع اياه هذا يدخل هنا عشان يعطوني بس قطعه واحده كل هذا عشان قطعه واحده كل عبو الفقر <applause> كل الفقر تعال تعال عطني فيول خلينا نروح نعبي اتوقع الاشياء هذه ناقصه فيول ايش فيه؟ في واحده طفت توني اتكلم اقول في شيء بيطفى هذا اللي طفى تعال حطه فل باور والله شوفوا حلو يعني هذا السوليد فيول مره يطول قبل ما يخلص والله استهلاكه يعني بطيء حلو الحين هنا المفروض نصنع الفيرست هايل نبغى الموديلر فريم اللي مو براضي والله بطيء حبتين في الدقيقه كثير فور اه ادفانس نحتاج ال200 ستيل بايب اللي اتوقع اني وصلتها ووقف صناعه من كثرها بعد يبي لي اخزنها ذي يب وصلت 200 يا عيال جبنا 200 اقرب بالقوه. باقيلي الوايرات هذا حق الروتر سوالي 30، 33 بعد. ليتس جو. ليتس جو. ليتس جو. طيب الحين هذا وش يحتاج؟ حق ترانسبورتيشن فتح لي هذا اشياء جديده اصبر. فتح لي الخط الظاهر يكون اسرع. لا كونفير لسه تير 1. برودكشن ماينر تير 2. دبل السرعة يا عيال يحتاج حفارتين ويحتاج زبدة وش ذا؟ اندستريال بيم ما علي ما علي انا ابغى شيء واحد الحين ابي اكسبلورر نحتاج خمس مكاين وخمسة هذا الزفت الموتور شو يحتاج؟ الله اكبر نحتاج ستيتر والستيتر يحتاج ستيل بايب ايزي وهذا روتر مع ايزي يبقى لي وشو؟ الموديلر فريم هذا ادفانسد من الظاهر ما ادري شو اسمه هيفي موديل فريم الله اكبر يمه شو احتاج ذا 15 راد تكفى تكفى ابوي ابوي تستهبل والله انت ايش ايش يا حبيبي هذه يا عيال او شي فيها راكبين ما ادري عاد حد يركب معي ما ادري بس انه مدينا احط فيها فيها شنطه الظاهر خلينا نشوف اوبن ورك بنش كرافت بنش فيها كرافت بنش ايوه وفيكل وفيها محفظه فيول ها اوه ها, ها, ها. ايوه اقدر على الطريق باث الظاهر نحتاج خرائط ما خرائط طيب وش عرفت كنت؟ فيها فيها لمبات اوتو بايلوت ستارت ريكوردينج وات وش يسجل؟ يا بالقوة يا عيال اصبر 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 سوي سيف قبل ما تطب تجيب العيد او تسيف لا لا جيب سيف جديد كار اسمه الحين نطب ناخذ راحتنا اص اص هذه عادي تبغانا نجيب الارت تحت صح يا ذي اوه وات مت هنا اما اموت ليه سياره قويه مفروض غريبه مت شوف سياره موجوده ها هل لو نزلت من السياره كما مت قبل ما المس الارض كلاب القوة يا عيال كلاب القوة سويت لود طبعا لان اهم مشوار انزل ابي اجرب هل لو نزلت من السيارة قبل ما المس الارض اموت ولا لا؟ اوكي ما مت ما مت اوه اوه صار علي ذا؟ انفغص بس حلو حلو في المستقبل <applause> انزل من السيارة قبل ما اي شيء ورع انت؟ يقدر يهجم علي بالسيارة؟ ما قاعد يهجم علي كلب انا يا حقير يا

ما شاء الله يطلق <applause> هو منسدح ما شاء الله يا كلب اوكي واضح إنه اوكي خلينا نشوف هذا يقرع ابو القوه اقدر اتسلق يقرأ ابو القوه شوي فيه غباء الزبده ان يعلق في اشياء غبيه هذا عيب لكن بشكل عام تيم والله ودها والله كنا ودها يا عيال بس لو انه مايل شوي كان قدرت ارقاه خلنا نجرب الموية. ما اقدر <applause> استخدمها. اصبر! علقت سيارة! بدل ما تجي تساعدني يا بزر! يا اخي والله انك وسخ، والله انه وسخ ذا. طب لو علقت صدق زي كذا، انا الحمد لله مسوي لود عادي اسوي اسوي لود بس نكبة ذي، لو علقت نكبة في موية، ها! والله اخيرا يا عيال. اخيرا. اخيرا سياره شيء جبار بس انا قاعدني مثلا لو بتسلق اوكي انا توقعت مدينه تسلق زي هذه مثلا ايوه اوكي أنا ايوه انا ابي اعرف ابي اعرف لو انقلبت زي كذا ايش يصير اوكي اقدر ارجع بسرعه بس المويه لا اها والباث هذا وش سالفته سارت ريكوردينج ايوه بكل باث قاعد يحفظ الطريق حق شفون الاسهم اللي وراي اه اوه يب متنا اوكي فهمنا فهمنا الطريقه الظاهر اني احفظ الطريق لمكان معين اصير بعدين ابغى اروح لا بس اشغل اوتو بايث وديني له اوكي اتوقع اتس اوكي حلوه يعني المهم راح نوقف هنا ان شاء الله لكم حلقه ننسي الشيء في القناه احط لكم مقطع سلام